أو اتهم عمه بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة 70 منشورا. بس كده المرزقانة هتنشف، صاحبك هيلعبها معانا برازيلي ولا إيه؟ أما خاله فاتهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويل الإرهاب وحيازة 20 شمروخا ومنشورا. البرازيل راحت عليها، أنا هلعبها مع ألماني. بقول لكم هتتعبوا معايا أكتر. لا أنت اللي هتتعب معانا. أنا عندي عهدي مع الناس. اتفرجوا دلوقتي على دوري الأبطال. هل حديث مرسل أم معاه أدلة؟ لا دي وثائق وأدلة ومش موجودة هنا. مش موجودة في مصر. بره مصر. أيوة. فاضل دي آخر حباية.